الضيوف الأعزاء، نحن سعداء في هذه الليلة أن نحتفل بالذكرى 66 لثورة يونيو في عام 1952. سعيد بمقابلة السيد السفير المصري عامر وكل أعضاء السفارة المصرية. والحقيقة أنا هنا في النمسا وفيينا لزيارة قصيرة، ولكن كان هذا الاحتفال مناسبة طيبة لكي ما أشترك فيها. مصر الوطن صاحب التاريخ الطويل والحضارة الغنية، ومصر التي تقدم من خلال شعبها ومن خلال تاريخها النموذج الطيب جدا للحياة العصرية. نحن في مصر نعيش كمسيحيين وكمسلمين في محبة وفي تآلف، والتاريخ يشهد على ذلك، ونفرح بهذه الوحدة الوطنية القوية التي لها جذور قديمة جدا تمتد إلى أكثر من 14 قرنا من الزمان. أريد أن أذكر كلمة قصيرة، أننا كلنا كمصريين نعيش حول نهر النيل، ونهر النيل نسكن حوله ونسكن على الأرض بمساحة تقترب من 7% من مساحة مصر كلها. ولذلك هذا النهر، نهر النيل، هو الذي يوحدنا جميعا معا، فنحن نعتبره هو أبونا، ونعتبر الأرض التي نأكل منها هي أمنا. ومن نهر النيل نتعلم 3 أشياء. أول شيء نأخذ منه الماء للشرب والزراعة، والأمر الآخر أننا نتعلم منه الحياة الهادئة. فمصر ونهر النيل هادئ بالطبع، والشخصية المصرية بصفتها هادئة ومعتدلة، لا تعرف عنفا. أما الأمر الثالث، فعندما تنظرون إلى نهر النيل من الطائرة تجدوه عند القاهرة ينقسم إلى فرعين، فرع دمياط وفرع رشيد، وعندما تراه على الخريطة يمثل الإنسان الذي يرفع يديه في وقت العبادة والصلاة. فنحن نتعلم من نهر النيل العبادة والصلاة. ولذلك الشعب المصري شعب متدين، ولكنه لا يقبل أبدا أن يحكم باسم الدين. وهذا الشعب له جذوره العميقة، والتاريخ يشهد على ذلك، ونحيا جميعا في محبة وفي تآلف وفي عمل مستمر. أود أن أختم كلمتي بالمشروع الذي تتبناه الحكومة المصرية بالاهتمام بمسار رحلة العائلة المقدسة، الهولي فاميلي. زيارة العائلة المقدسة إلى مصر من القرن الأول الميلادي، مصر تهتم الآن بإعداد هذا المسار واستقبال الأفواج السياحية التي تأتي لكي ما تتبارك من مواضع ومزارات هذا المسار الذي يمتد كثيرا، يمتد عبر مصر من شمالها إلى جنوبها. أنا أكرر شكري ومحبتي، وأكرر شكري لسيادة السفير على هذه الدعوة الكريمة وفرصة طيبة للمشاركة، وأرحب بكم جميعا، وأرجو أن أراكم في مصر في زيارة لكي ما تتمتعوا بمصر في تاريخها وفي طبيعتها وفي شعبها. وأود أيضا أن أقدم هذه الأيقونة عن رحلة العائلة المقدسة. This is Coptic icon about the Holy Family visiting Egypt in the first century.